سلم يا رب. نعم بإذن الله. يعني ضميمة لهذا أو على شكل استطراد الجانبي في ربنا تبارك وتعالى يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك. أي معيشة؟ المعيشة هي المعيشة الداخلية ليست معيشة الحياة الدنيا. لا لا, لا. أنا إذا أوتيت من كل متاع الدنيا وكم جلست في مشرق الأرض ومغربها مع أصحاب ملايين وأصحاب مليارات. نعم. عندما تقترب أنا بتكلم شخصي بتكلم شخصي. وعندما تقترب منه وهو ليس قريبا من الله عز وجل تجد عنده ضنك تتمنى سبحان الله العظيم كما قالت ميسون الكلابية لزوجة معاوية أم يزيد تقول لبيت تخفق الأشباح فيه أحب إلي من قصر منيفي وأكل كسيرات ويروق بالي أحب إلي من أكل الرغيف وعلج من بني عمي عنوف أحب إلي من زوج أليفي. يعني سبحان الله يعني مثلا تريد راحة البال. راحة البال هذه لا تشترى بمليارات. راحة البال لا تشترى بمليارات سبحان الله العظيم. يعني ولبس عباءات وتقر عيني لبس الشفوف يعني سبحان الله العظيم. يعني ولذلك انظر إلى صور هؤلاء البعيدين عن الله لما يعني امرؤ القيس وكأنه يرصد لجان حقوق الإنسان في زمننا. نعم. يعني إذا قيل هذا يعني امرؤ القيس يقول إيه ولف أنت كذئب السوء أو ذئب السوء إذ قال مرة لسخل رأى والذئب غرثان مرمله. سخل الجدي الصغير حتى عندنا في الصعيد يقولوا على الجدي الصغير سخل سبحان الله سخل أو في الفلاحين ما شاء الله. فأنت كذئب السوء إذ قال مرة لسخل رأى والذئب غرثان مرمله جائع يعني أأنت الذي من غير جرم شتمتني؟ قال متى ذا؟ قال عام أوله. قال ولدت العام بل رمت غدرة فدونك كدني لا هنى لك مأكل. فأنت كذباح العصافير دائما عليهن بالذبح وعيناه من وجد عليهن تهمل. فلا تنظري للعين تهمل بالدموع وانظري للكف ماذا بالعصافير تفعل. بعد ما تذبحني وتحتل أرضي وتقتل أولادي وأعمل لك لجنة حقوق إنسان يا سيدي أنا مستغني أنا في غنى. فكأن امرؤ القيس يرصد قضية اللا رحمة التي توضع في صورة رحمة لجنة تطالب بحقوق حقوق الحيوانات حقوق سبحان الله. الله سبحانه وتعالى لما أكرم العباد بماذا؟ بأن أعطاهم كل هذه الصور من الكرم ولا ينتظر أمرا إلا أن يشكره العبد لنفسه. ومن يشكر فإنما يشكر نفسه ومن كفر فإن الله غني عن العالم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم. فإن شكر العبد لما يعذبه سبحان الله لنفسه فعلا الله يرضى عنه. يعني قضية المسلسلة بالضحك التي ذكرت في 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 صحاح سمى بهذا حديث يسمى المسلسلة بالضحك. نعم. عن ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح مسلم أن آخر رجل يخرج من النار. صحيح هذا الحديث. نعم. صحيح مسلم. نعم. آخر من يخرج يقول يا رب لا تجعلني أشقى خلقك. قال عبدي أئن أخرجتك لا تسألني شيئا بعد ذلك معنى الحديث. قال نعم. المهم خرج فينظر أيمن منه فلا يرى إلا النار وأيسر منه لا يرى إلا النار لأنه هو قريب منها. قال يا رب اصرف وجهي عنها. قال ما أغدرك يا عبدي ألم تعدني ألا تسألني شيئا بعد ذلك. قال يا عبدي يا رب لا تجعلني أشقى خلقك. قال أبعدوه عن النار. فلما بعد عن النار لمح شجرة تتمايل إذا في هناك ريح وتحتها نهر جاري جنة أمر يعني كان في نار, قال يا رب أنقذني أشرب من مائها وأتنسم هوائها وأتستمتع بظلها. قال يا عبد ما أغدرك على الوعد. قال يا رب لا تجعلني أشقى خلقك. نقلوه المهم لا نطيل نقل الثانية الثالثة إذا به قريب من الجنة. لما نظر شو انظر الحديث قال فرأى ما لا صبر له عليه. لا يستطيع أن يصبر. فسبحان قال يا رب من داخل بابها أو حتى بواب سبحان الله لا إله إلا الله. قال يا رب لا تجعلني أشقى خلقك. فقال أدخلوه. فلما نظر ظن بالعقل الدنيوي أن قال يا رب قد ملكها أصحابها أتهزأ بي وأنت رب العالمين كل واحد أخذ له مقاطعة أرض تمليكه وجعل فيها. قال وأعطيك 10 أضعاف مثل الدنيا حجم الدنيا دي كلها نزل صار عظيم. فقال العبد
اذا انت عبدي وانا ربك. ما حصل له يعني ما انت عبدي وانا يعني حضرتك عكس الايه. فضحك ابن مسعود قال يا ابن مسعود اتضحك وانت تروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لما قالها رسول الله ضحك، فلما سالناه قال من ضحك الله سبحانه وتعالى لعبده. هذه رحمه يا سبحان الله، رحمة. ضحك الله تبارك وتعالى سبحان الله العظيم سبحان من هذا من هذا العبد الذي يعني سبحان الله العظيم. والانسان لا اله الا الله يعني طالما انه يعني في معيه الله سبحانه وتعالى يستشعر رحمته ليل نهار. الانسان لما ينام على 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 ظهره على ظهره هكذا العضلات ثقيله والعظام تضغط على عضلات القلب فتنبه الخلايا المخ ينبه الجسم ان يتقلب. نعم يعني مش قضيه ونقلبهم ذات اليمين وذات اليسار لو ظلوا لخمدت انفاسهم علاوة على القرح ولا سبحان الله سبحان الله. صور من صور الرحمه. نعم هذه صور من صور الرحمه. اذا صور رحمه الله تبارك وتعالى بخلقه كثيره. ففي الدنيا مثل ماذا